مقرصين بهدلين العربية. حكومة دارة حدوه خاصوا بيتعاقبوا كل هاد الشيء اللي كاين يوقف فالتيارة ما كاين معقول فالتيارة ما كاين معقول اللي عنده غير على تمدينة يجي يدافع علينا يوقف معنا اليوم وعاش الملك. السلام عليكم ولقاء جديد من جوج كلمات وموضوعنا في إطار الحصول على المعلومة اللي نص عليها الدستور الجديد على المملكة لكن واش كيطبق مع المسؤولين هنا بالمحمدية أبدا المسؤولين بالمحمدية لا يعترفون بهذه الفقرة بالدستور المسؤولين بالمحمدية ما كيعطيوش المعلومة وحديثنا اليوم على نيابة التعليم المحمدية وكلامنا موجه شخصيا للسيد نائب وزير التربية الوطنية بالمحمدية اللي توجهنا إليه مباشرة في المكتب نتاعه بالنيابة قبل امتحانات البكالوريا باش نعرفوا الساكنة تاع المحمدية شحال عدد التلاميذ المترشحين اللي غيجتازوا امتحان البكالوريا هذا العام بالمدينة رقم بسيط بغينا نعرفوه صعب على السيد النائب المسؤول الاتصال بالتفاصيل حول هذه الأرقام هذه ومن المفروض ومن اللازم نتوصلوا به في بريد الجريدة مباشرة من عند مسؤول الاتصال بهذه النيابة بلا ما يحتاج أننا نمشيوا لها كررنا الزيارة بعد الإعلان على النتائج تاع البكالوريا باش نعرفوا عدد الناجحين بالمحمدية شحال حالات الغش المرصودة بالمحمدية وأيضا عدد الناجحين ذكور وعدد الناجحين إناث وأيضا أعلى معدل محصل عليه بالمحمدية لكن للأسف ما استطعناش نعرفه ونحصله على هذه المعلومات البسيطة واللي طبعا غيطلعوا عليها قراء محمدية بريس إيواش نقول للسيد النائب المحترم حشومة حرموا الساكنة من معلومة أرفض مسؤول على التعليم بالمدينة قاري وفهم معنا مضامين الدستور في هذا الشأن نتلقى في لقاء جديد من جوج كلمات مقرصين بهدلين بالعربية حكومة دارة حدوه خاصوا بيتعاقبوا كل هذا الشيء اللي كاين يوقف فالتيارة ما كاين معقول فالتيارة ما كاين معقول اللي عنده غير على تمدينة يجي يدافع علينا يوقف معنا اليوم وعاش الملك.